بكل الحالات يلي اشتغلنا معها ووقفنا حدا بكتير حلقات قبل من نحن لبعض، كنا نلاحظ انه نسبة المرض والأمراض المستعصية تحديداً عالي كتير بلبنان، إلى أن إجا الكورونا دق بواب الكل وسكرها على الناس يلي بقلبها. وورا هيدي البواب في ناس عندها هيدي الأمراض ومخباية ومنا قادرة تشكي وجعها، لأنه الهم الأساسي اليوم هو الكورونا. لما منقول لبناني منقول إنسان بتجتمع فيه أحلى الصفات، إنسان كريم، إنسان نخوجي، إنسان بحب عيلته وجاره وحيه ومجتمعه بنفس الطريقة. اللبناني هيك كان وهيك رح يكون وهيك رح يبقى. واليوم بالكورونا بهيدي الأزمة اللي اجتاحت العالم كله، اللبناني كان غير وتعاطى معها بطريقة كتير مختلفة، إيد بإيد بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية والمالية اللي عم يمرق فيها. حط كل شي بيقدر من إمكانات بقلب هيدي العلبة الصغيرة، قرر يتحدى كل المخاطر ويكون حد كل لبناني، لأنه هو قبل ما يكون لبناني مثله هو خيه بالإنسان. نحن وعم نعمل جولتنا بجبال وعمشيت مثل العادة، كنا عم نتصل بالعيال اللي منعرف إنه ناطرة نوصل لعندها لنتأكد من العنوان ولنعرف أكتر عن قصتها نحن ورايحين على الطريق. دقينا لإبراهيم عاساس ناخد عنوان بيته نتلاقى نحن وياه، وإذ بسرعة التليفون إنه نطلع لعنده نتعرف أكتر عنه وعن قصته. إبراهيم شفيق برباري، عندي صبي عمره 8 سنين وعندي الوالد على عاتقي كمان بياخد ادوية. ونحن وطالعين بقلنا على الدرج هيدا البيت منه بيتي، هيدا البيت لصديق قدم لي اياه لحتى اقعد فيه لانه وضعي صعب كتير. يعني بقبض يومي، اذا اشتغلت بقبض، اذا ما اشتغلت بقبض. وقت ما بلشت الثوره خف شغل التاكسي كتير وبدفع اجاره يعني غالي مش رخيص، واضطريت سلمى ومن شهرين لهلا ما تاخذيني ولا ضربه. يعني ما يعني اشتغلت 1000 بياكل بألف، ما اشتغلت بألف. إبراهيم حالته الصحية دقيقة، إبراهيم ابنه بعيد عنه، بيه المريض اضطر أيضاً إنه يوديه لأنه خيفان ما يقدر يقوم فيه، خصوصاً لأنه في كورونا هلأ. عندي أدوية أنا بحدود 480,000 بالشهر، سكري، كوليسترول، تريجليسيريد، وعندي مشكلة بصراني. ما فيش مثل هلأ، شفت ما فيش الكهرباء، ما عندي اشتراك، اوقات بتداول واحد مصاري ليجيب خبز، الغاز قعدت 5-6 ايام بلا قنينة غاز. نحن وعم نصور طلب ابراهيم نوقف تحت صورة لمار شربل محطوطة على الحيط، وقالنا انا اليوم مني خيفان، انا اليوم مار شربل واقف حدي، انا اليوم مني خيفان كمان لانه انتو بعرفكن رح ضلكم واقفين حدي. شفيع انا مار شربي، هو حكيمي وهو بيطببنا وهو كل شيء. ابراهيم قالنا جمله علقت بذهن الفريق كله. ابراهيم قالنا انا طول عمري ساعد، ما كنت متوقع يجي نهار لي انا اطلب فيه المساعده. يا ريت في يرجع فيي الوقت لورا ويوقف الزمن عند مرحلة اللي أنا كنت ساعد فيها الناس. وأنا متطوع دفاع مدني، أنا 15 سنة منساعد الغير على طول، منركض لنساعد كيف تركضوا. الله يعطيكم العافية، بحب كون نشيط هيك مثل أفضالكم مثل حضرتكم. بحب أنا أركض بنقهر إذا بشوف ولد عم يبكي، بنقهر إذا بشوف باي مش قادر يجيب لعائلته. صعب شخص بيبقى طول عمره يشتغل والليل ما في حدا حد والآخر. كتر خير الدولة، كتر خيرهم. لحتى نكون عم نتوقع بهالظروف الصحية الاستثنائية، كلنا كفريق عمل عم نلبس البدلة الوقائية البيضة. هيدا البدلة المعقمة اللي عم تحمينا وعم تحمي الناس اللي عم نفوت لعندها، الناس اللي نحنا كمان عم نعقم لبيتها قبل ما نفوت لعندها.
منلبس بدلتنا، منوصل، منصف، نحمل هالحصص الغذائية. أنا بالنسبة لإلي طلبوا مني إنه ما أحمل معهم لأنه تقيلة، وحتى الميات شوية تقال علي، أصريت إنه إيد بإيدهم كلنا نشتغل مع بعض لحتى نعطي شوية أمل لهيد العيال. في عيال كتير كنا عم ندق عبابة ترفض إنها تتصور أو تحكي عن قصصها، نترك لها الحصص تبعت لنا بوساتها، تبعت لنا كتير من الشكر وتقلنا ربنا يبارككم وتضلكم بهالهمة. تحت الكاميرا تخبرنا شوي عن أمور حياتية شخصية، وكنا نوعدها عند كل فلة إنه بس نرجع نقدر بمناسبات تانية رح نرجع لعندها حاملين حصص ملينا حب من أيدها بيضة. Thank you.